سي عبد الكريم، شنو نوع الاستفاده اللي استفدتوا من المبادره الوطنيه التنميه المشاريع؟ هذا النوع ديال المبادره الوطنيه اللي استفد منها محمد باهي هي الدراجه يعني الكتريك، كي يعني كيستافد منها بزاف في الدراسه، في التنقل ديالو من مكان الى مكان، والحمد لله جات فوقتها. يعني المبادره الوطنيه وفرت لهاد الوليد هاد الوسيله النقل اللي غتساعدو باش يتحرك يعني. من طبيعه الحال بانه هو يا راه مقعد راه غتساعدو بزاف من طبيعه الحال. انتوما تسكنوا في البرنوسي؟ كنسكنوا في كارير حمناص ديموما. وشحال من عام وانتم تتسناو هاد بحال هاد؟ وراه اعوام هادي راه انت كتشوف انت كتشوف. كان عنده واحد سميتو ديال الكتريك نيس، ولكن ماشي بحال ما هذا، ماشي بحال ما هذا، كان عنده بحال كرسي متحرك، ولكن كيخسر ليه وماشي جديد، فهمتي، كرفسو بزاف. الحمد لله جات هادي فوقتها.